نبدأ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يحدث اليوم. نود أن نذكر مشاهدينا الأعزاء بطرق التواصل معنا عبر صفحتنا الخاصة على الفيسبوك لاستقبال الصور والفيديو على عنوانها يحدث اليوم @facebook.com، بالإضافة إلى رقم الواتساب 0780450450، وهنالك رقم مباشر لاستقبال الأشكاء والملاحظات وهو 064-773-111. ويسعد فريق البرنامج أن يتم التواصل معهم من خلال هذه العناوين. مشاهدينا، فاصل قصير وأكون معكم في قراءة لأبرز وأهم عناوين ومتابعة حلقتنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بكم. مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم من جديد، وأقرأ على حضراتكم أهم متابعات وقضايا حلقتنا لهذا اليوم. وفي العنوان الأول: الهيئة الخيرية الهاشمية تبذل كل الجهود لدعم الأهل في قطاع غزة. وموضوع آخر: إعادة تفعيل الهوية الرقمية للمستخدمين الجدد لتطبيق سند. وإلى سلطة وادي الأردن نتوجه وإياكم، حيث رفع جاهزية قناة الملك عبد الله. ومع قرب فصل الشتاء، شكاوى من تهالك البنية التحتية في شوارع معان. وإلى عجلون نتوجه وإياكم مشاهدينا، حيث مطالب باستكمال تأهيل شارع في قضاء عرجان. وأخيرا نتحدث وإياكم عن الحالة الجوية، حيث أمطار رعدية وتحذير من تشكل السيول. إذن مشاهدينا، هذه أهم متابعات وقضايا حلقتنا لهذا اليوم. فاصل قصير وأكون معكم في أولى هذه العناوين. إذن مشاهدينا، العنوان الأول وهو يتحدث عن الدعم للأهل والأشقاء في قطاع غزة، وذلك من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية، والتي تبذل قصارى جهدها لدعم الأهل في قطاع غزة وفي كافة المجالات. واسمحوا لنا أن نرحب وإياكم في هذا الصباح بالسيد حسين الشبلي، أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية. سيد حسين، صباح الخير، يعطيك ألف عافية. سيدتي صباح الخير إليك ولكل الأخوة المشاهدين، الله يعطيكم ألف عافية. أهلا ومرحبا بك. بداية طبعا نترحم على الشهداء ونؤكد وقوفنا جانب الشعب الفلسطيني والأهل في قطاع غزة قيادة وشعبا وحكومة، وبالتالي نتحدث عن الأدوار التي نستطيع تقديم بها هذا الدعم، وطبعا أبرز الأدوار تلعب من خلالكم الهيئة الخيرية الهاشمية، حيث تقومون بتجميع أو استقبال التبرعات العينية النقدية وكافة الدعم للأهل في فلسطين. نتحدث في هذا الصباح يعني ما هي أبرز الجهود، وأيضا ما هي وكيفية الدعم الواصل إلى الأهل في قطاع غزة. تفضل. صحيح، كما ذكرت أختي العزيزة، أنه الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ومنذ بداية العدوان الوحشي على قطاع غزة وتنفيذا للتوجيهات الملكية باشرت بإرسال المساعدات إلى هناك، وبدأت بعدها بفتح أبواب التبرعات، سواء كانت التبرعات المادية أو التبرعات العينية، وعملت على ترجمة هذه التبرعات من خلال شراء المواد التي تلزم من خلال قوائم الاحتياج التي تردها من الجهات في غزة للتعرف على هذه الاحتياجات ووضع الأولويات لها، وشراءها وإعادة إرسالها إلى قطاع غزة للتخفيف على الأهل هناك ودعم صمودهم وثباتهم إن شاء الله. إن شاء الله. الهيئة منذ اليوم الأول أرسلت، الحمد لله أصبح يعني رصيد الطائرات الرسمية التي تم إرسال ثلاث طائرات. ركزنا من خلال الطائرات التي تم إرسالها كمساعدات، كمساهمات من الشعب الأردني، دولة، حكومة ومؤسسات رسمية وشركات خاصة ومؤسسات مجتمع مدني وأفراد، الكل ساهم في هذا العمل، لأنه يعني الكل يرغب في
الوقوف إلى جانب أهله وناسه في الطابق. نعم تم إرسال مواد طبية وعلاجات ومستلزمات جراحية ومستهلكات مختلفة حسب ما يرد وحسب تقييم الاحتياج. الآن نعم كذلك هذا من جهة، عملنا من جهة أخرى أيضا على تنفيذ توزيعات سواء كانت طرود غذائية أو وجبات ساخنة أو مياه نقية أو طرود صحية أو مستلزمات واحتياجات أطفال في قطاع غزة بشكل مباشر أيضا من خلال جمعيات شريكة، بما يزيد عن 26 ألف توزيع صرنا، 26 ألف مستفيد اللي صرنا موزعينهم الآن على المدارس اللي نزح لها كثير من الغزيين من شمال إلى وسط غزة وجنوبها. بنحاول كل الجهد تأمين احتياجاتهم خلال الفترة القادمة بعمل يومي سواء كان على شكل طرود غذائية أو وجبات جاهزة نعم للعائلات اللي أصبحت الآن بلا مأوى أو بلا حتى أدوات تساعدها على استمرار. نعم فالجهود مستمرة بشكل يومي وعلى مدار الساعة وبتنسيق مستمر وبدعم من كافة الجهات الحكومية سواء كانت وزارة الخارجية تنسيقا أو الجهات العسكرية والأمنية، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أو حتى المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، نعم والكل حاب يساهم ويدعم الأهل في قطاعنا. نعم صحيح سيد حسين، ونحن نتحدث في هذا الصباح نؤكد بأن كل شيء يلزم وكل شيء يمكن يخطر على بال أي مواطن هو يلزم أهلنا داخل قطاع غزة، لكن اسمح لي قبل أن ندخل في تفاصيل أكثر أن نتحدث عن عدد الشاحنات التي دخلت حتى هذه اللحظة لو تكرمت. يعني احنا بعثنا تقريبا 3 طائرات بما قيمته تقريبا ما يزيد عن 3 مليون دولار من المواد الطبيه، ركزنا على المواد الطبيه نعم سواء كانت علاجات او مستهلكات او مضادات حيويه لانه هي الاحتياج الابرز والاولويه الاولى، عدد جرحى كبير جدا يفوق امكانيات المستشفيات سواء امكانيات تقديم الخدمه او المواد المتوفره بالمستشفيات. نعم لذلك ركزنا على هذا بشكل اساسي بالارساليات التي تتم من خلال معبر رفح. نعم بالايام القادمه من الممكن ان نذهب الى كل انواع المساعده سواء كانت مساعدات غذائيه او اغاثيه. نعم ولكن الان بحسب الاولويات نحن نذهب الى الاحتياج اللي بضروره قصوى ان شاء الله. نعم اذا الاحتياج الاكثر يعني ضروره الان هي المعدات الطبيه، المستلزمات الطبيه، الادويه، العلاجات يعني التي تخص القطاع الطبي. ايضا نتحدث عن الهيئه الخيريه الهاشميه، هي تتلقى المساعدات العينيه وايضا تتلقى المساعدات الماديه، فبالتالي نتحدث عن اوقات الدوام، اليه تلقي هذه المساعدات وكيفيه التواصل معكم كهيئه خيريه هاشميه. تفضل. صحيح ستي، احنا من اليوم الاول الهيئه الخيريه هي الهاشمية وتوجيه من رئيس الحكومة ووزير الداخلية بأن تكون الهيئة الخيرية هي الجهة المعنية باستلام وإرسال المساعدات إلى الأهل في قطاع. نعم. وبالفعل كان هناك توجيه من وزير الداخلية لكافة مراكز المحافظات في المملكة لاستقبال المساعدات العينية وهذا ما حصل. استقبلنا الكثير من المساعدات من اخواننا بالمحافظات وكان تنسيق منظم خفف جهد كبير على المواطنين وعلى الشركات التي ترغب بالتبرع في اماكنهم وبسهوله يتم التنسيق معهم باستقبال هذه المساعدات او تنظيم ارسالها الينا الى مستودعات الهيئه الخيريه الهاشميه. نعم. هذا من ناحيه، الناحيه الاخرى المساعدات الماديه حسب انه نستقبلها على حسابات الهيئه ومن خلال الحسابات اللي تم نشرها على المواقع الرسميه ومن خلال المحافظ الالكترونيه او طرق التحويل الالكترونيه المباشره او حتى الايداع المباشر، يعني جميع الطرق احنا بنحاول نسهلها للشركات او المؤسسات او حتى الافراد اللي يرغبوا بالتبرع. نعم، اذا هنالك اكثر من قناه اتصال وهي موجوده على مواقعكم لمن يريد او يستفسر عن اليه التعاون او التواصل مع الهيئه الخيريه الاردنيه الهاشميه. صحيح. نعم. وكذلك يعني انه كل ما تم بدات عمليه الشراء فيه من السوق المحلي باغلبها مواد طبيه ومستلزمات غذائيه وكل ما يعني يردنا من قوائم الاحتياج عملية الشراء تمهيدا لإرساله في الأيام القادمة إن شاء الله تباعا إلى قطاع غزة.
إن شاء الله إن شاء الله. وإن أردنا يعني إن أردت أن تمرر مثلا رسالة أو كلمة عبر هذا اللقاء وعبر شاشة التلفزيون الأردني، نختم بها هذا اللقاء لو تكرمت سيد حسين. يعني وقوف الأردن كان متقدم على كل المواقف، سواء الموقف السياسي أو الموقف التضامني أو الموقف الإنساني، بدعم ومساهمة من الإخوة الأردنيين، لذلك الأهل بالأردن. لذلك الحمد لله احنا ابواب الهيئه مفتوحه، وتاكدوا انه اي مواطن يقدم شيء او شركه تقدم شيء سيصل باذن الله الى قطاع غزه، سواء بالفتره القريبه او بالفتره القادمه، سيصل بالكميه وبافضل ما يمكن انه يدعم الاهل في قطاع غزه من حيث النوع والكميه والوقت بايصاله ان شاء الله. نعم، إذا بارك الله في جهودكم وبارك الله في جهود كل الداعمين وبكافة الأشكال والمتعاونين مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وذلك من أجل دعم وصمود أهلنا في فلسطين وفي قطاع غزة تحديدا. كل شكر لك سيد حسين الشبلي، وأنت أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية، شكرا لك. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم متابعة جديدة بإذن الله. مشاهدينا، والمتابعة الجديدة تقول إعادة تفعيل الهوية الرقمية للمستخدمين الجدد لتطبيق سند. وللمزيد نرحب وإياكم في هذا الصباح بالسيدة شروق هلال، الناطق باسم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. سيدة شروق صباح الخير، يعطيك العافية. صباحك أهلا أهلا ومرحبا بك. وهنا نتحدث عن المستخدمين الجدد طبعا لتطبيق سند، سيقومون بتفعيل الهوية الرقمية أو أنتم من سيقوم بتفعيل هذه الهوية الرقمية، تفضلي. تمام، هلأ إحنا من باب الشفافية والوضوح واستمرار عملية التحديث والتطوير على التطبيق، أعلننا يوم الأربعاء أنه عم نعمل تحديث وتطوير لعملية تفعيل الهوية الرقمية للمستخدمين الجدد. نعم، العملية توقفت بمدة لا تتجاوز 24 ساعة، وثاني يوم أعلننا عن إعادة التفعيل للمواطنين والمستخدمين اللي حابين يروح يفعلوا تطبيق سند. نعم، يعني هي كانت لأغراض وأعمال التحديث والتطوير على التطبيق، الأعمال التحديث المستمرة. نعم، يعني سيدة شروق يعني بفهم من حضرتك هو التحديث للهوية الرقمية هي عملية يومية، لكن توقفتم فقط لمدة 24 ساعة. هلا اللي فعل هويته الرقميه ما كان عليه، كان عادي بيقدر يفوت يستخدم التطبيق. يستخدم الخدمات والمزايا الموجوده داخل التطبيق. نعم، لكن هاي اللي توقفت الخدمه للتحديث كانت فقط لاني لسه بعده ما فعل هويته الرقميه، وكان حاب يروح على محطه من محطات سند المنتشره بالمملكه، فكان ما بيقدر يروح بهذا اليوم يفعل. نعم، كان بس يوم الاربعاء الخميس صباحا رجعت عملية التفعيل، وأعلننا أنه نحن بإعادة تفعيل الهوية الرقمية، وبإمكان المواطنين الذهاب لمحطات سند وتفعيل هوياتهم. نعم نعم. وأيضا سيدة شروق يعني نتحدث عن المزايا المقدمة خلال هذه الهوية، يعني ماذا يستطيع المواطن استخدام هذه الهوية. تمام، يعني عدد المزايا المدمجة داخل هذه الهوية. وأيضا وصلنا الآن يعني التساؤل عن آلية الدفع عبر هذه الهوية، تفضلي. تمام، هلا بالنسبة لتطبيق سند هو المنصة الموحدة لجميع الخدمات الحكومية الرقمية. بنضيف عليه الخدمات الحكومية تباعا، يعني هلا في 500 خدمة، منها 150 خدمة معلوماتية وفي 350 خدمة إجرائية. الخدمات اللي موجودة بإمكان المواطن يفعل هويته، الاطلاع على المستندات، المعلومات الشخصية، الوثائق الرقمية الموجودة داخل التطبيق، وبيقدر يعمل العملية كاملة، وفي آلية دفع رقمي داخل التطبيق. نعم، يعني في خيار دفعاتي موجودة داخل التطبيق. نعم، فبيقدر يعني يستخدم الخدمة الرقمية اللي بده إياها، يستعلم عنها ويحصل عليها ويدفع، وهو بيحدد وين توصله. نعم نعم. سيدة شروق أيضا لو تكرمتي، يعني يصلنا الآن أنه بعض الملاحظات بأن هنالك بطء
في العمليات التي تقوم بها هذه الهوية الإلكترونية، فبالتالي أو هذا التطبيق، فبالتالي يعني كيف تردون على هذه الملاحظة؟ يعني ما مش فاهم إذا هي كانت بطء بنفس داخل التطبيق أو يعني قصدهم بعملية التفعيل. لا، ليس عملية التفعيل، استخدام التطبيق، يعني أنا سأستخدمه مثلا لآلية دفع أو ما شابه أو ترخيص أو ما شابه، لكن هنالك يكون بعض البطء. تفضلي. يعني يمكن هاي بتكون حالات فردية بأمور نحن بنكون بنعمل دائما، نعمل تحديث وتطوير على نفس الخدمات الموجودة، يعني ناخذ خدمات معينة لبعض المؤسسات وبنعملها يعني نتأكد من سلاسة العملية الموجودة داخل التطبيق، نتأكد من سلاستها، نتأكد من ضمان وجودها وخدمتها. فيمكن نعم. هذه بتكون حالات فردية، بس بالمجمل لا، التطبيق قد بيعمل بشكل ممتاز وزي ما هو مطلوب يعني. نعم، إذا هي حالات فردية وليس يعني شكوى عامة حول هذه الهوية الرقمية. في حال وجود أي شكوى نحن يعني دائما موجودين بالوزارة، بيقدروا يتصلوا علينا، بيقدروا يتواصلوا معنا على صفحات التواصل الاجتماعي، بيقدروا يستخدموا تطبيق بخدمتكم أو حتى من خلال كمان تطبيق سند، يبعثوا أي استفسار، أي سؤال، أي شكوى، أي اقتراح. ونحن يعني مباشرة خلال يومين عمل لازم نكون رادين عليهم. نعم، أيضا سيدة شروق، وصلنا الآن يعني نستعلم عن التوقيع الإلكتروني، فبالتالي قد يتساءل بعض بأن التوقيع يعني على جهاز حديث إلكترونيا يعني هو مغاير لاستخدام القلم والتوقيع العادي، فبالتالي يعني هل هنالك صعوبة في المطابقة بين هذين التوقيعين؟ تفضل. لا، هلا التوقيع الرقمي موجود بالتطبيق، داخل التطبيق. هلا هو معتمد لسه فقط، يعني نحن يعني حسب الخطة انه نعتمده للمؤسسات وللوزارات الحكومية. التطبيق يعني بمجرد ما وقعتي بوصل المواطن وثيقة بيتأكد، بيقدر بيطلع له انه هذا هو الشخص نفسه، طلع من تطبيق سند الشخص نفسه، بيطلع له باليوم وبالساعة، في تأكيد بيكون في شهادة بتبين مدى دقة هذا التوقيع الرقمي. نعم، يعني بعد ما انا اقوم بالتوقيع يصلني على نفس الجهاز رسالة. مجرد ما عملتي التفعيل للهوية الرقمية بيطلبوا منك من ضمن الإجراءات توقعي، يعني تحطي توقيعك داخل التطبيق، يعني هاي من ضمن الإجراءات لتفعيل الهوية الرقمية. نعم، الإجراءات اللي بتضيفيها، فأنت خلص بتكوني حددتي التوقيع الخاص فيكي. لما يصير في معاملة بدها إرسال، توصل الجهة المعنية، بتوصلهم الجهة بشهادة طالعة من تطبيق سند اللي خاص فيكي، بيوصل الجهة بجهازك بالاسم، بالرقم الوطني، بكافة التفاصيل اللي خاصة فيكي، لنتأكد انه هذا التوقيع طالع من نفس الجهاز. نعم. طيب قد يتساءل، يعني نتساءل انه لماذا لا يتم اعتماد البصمة وهي اكثر دقة، يعني احنا بنقدر نسيطر عليها اكثر من خلال استخدام هذه يعني المزايا التكنولوجية. البصمة موجودة هلا، يعني أنا بدل التوقيع، انا هنا اتحدث عن بديلا للتوقيع. التوقيع يعني انت عادي تقدري، احنا مش التوقيع بحد ذاته احنا اللي بهمنا، احنا بهمنا الاجراءات الداخلية ونتأكد من سلاسة التوقيع داخليا والورقة اللي رح ترسل لنا من داخل التطبيق للجهة المعنية. هاي اللي اهم. نعم، إذا المعلومات داخل هذه الورقة هي أهم من هذا التوقيع، وبالتالي بغض النظر عن شكل التوقيع يعني. نعم، لأنه في عندك خيار أنه تعدلي على التوقيع. نعم نعم، يعني في حال كان التوقيع غير مطابق للتوقيع الأول اللي أنا كنت قد أرسلته أو ثبتته، هنالك في خيار لإعادة هذا التوقيع. نعم نعم. طيب، أي إضافة سيدة شروق يعني خلال هذا الصباح، أو معلومة بتحب تمرريها خلال برنامج حديث اليوم؟ يعني من خلالكم إذا بتسمحي لي أدعو جميع المواطنين اللي لسه ما فعلوا هويتهم الرقمية إنهم يروحوا لأقرب محطة من محطات سند المنتشرة بجميع أنحاء المملكة. إحنا بنوصل للجميع، حتى يعني كبار السن أو المرضى بيقدروا يتواصلوا معنا، واحنا بنودي لهم محطه على بيوتهم.
نعم. يعني احنا مستعدين نوصل للمؤسسات، للشركات، لاي حدا بده يساعد هويته الرقميه، نعم. لموظفينه، لناس معينين، احنا جاهزين وشبابنا جاهزين يروح يفعل الهويه الرقميه. نعم، وانا لسه يمكن في عندي سؤال اخير وايضا هو مهم لشريحه كبيره من المواطنين، عن عدد المؤسسات التي تتعامل والتي فعلت هذا التطبيق لديها، مثلا الترخيص، البلديات، محطات، يعني المؤسسات بشكل عام، مؤسسات الخدمات العامه، المياه، الكهرباء، التي يتعامل معها المواطن يعني شهريا او يوميا بحد ذاته. تفضل. عمليه التحديث واضافه خدمات واضافه مؤسسات بالتطبيق دائمه ومستمره، يعني في هلا عندنا خدمات موجوده لبعض المؤسسات، التحديث القادم رح تشمل خدمات اوسع لهاي المؤسسه. نعم. نفسها. طيب يعني خليني لو تكرمتي، يمكن اللي سالتك عنهم هم اللي بيسالون عنهم المواطنين او المشاهدين الان، في خدمات اللي هي الكهرباء، المياه، الترخيص، هل هي من ضمن المؤسسات التي فعلت او تستخدم الهويه الالكترونيه او التطبيق؟ هلا الخدمات الحكوميه موجوده. نعم. الخدمات اللي احنا الخدمات الموجوده على تطبيق سند هي الخدمات الاكثر استخداما من قبل المواطنين، اللي هي دفع فواتير المياه، الكهرباء، الترخيص. تماما، فهي موجوده داخل التطبيق. موجوده، وان شاء الله خلال ايام رح يكون في نسخة جديدة من التطبيق. نعم. فيها العديد من الخدمات، ومن هون لآخر السنة كمان رح يكون في كمان تحديث وتطوير على التطبيق وإضافة خدمات جديدة. نعم نعم، يعني هو السؤال خلينا نقول بطريقة مباشرة أكثر، إنه أنا بقدر أدفع فاتورة الكهرباء والمياه من طبعا. خلال تطبيق سند من خلال الآن. تطبيق سند. نعم، نستطيع فعل ذلك. نعم. نعم، شاكرين لك. وهذه التحديثات على المؤسسات الوطنية والحكومية التي تدخل عبر تطبيق سند هي دائما موجودة على موقعكم، يستطيع المواطن الدخول ومعرفة من هي الشركات أو المؤسسات الحكومية والخاصة التي تستخدم هذا التطبيق. شاكرين لك سيدة شروق هلال، وأنت الناطق باسم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، شاكرين لك هذه التصريحات في هذا الصباح. شكرا لك أعزائي المشاهدين. فاصل قصير ثم متابعة جديدة بإذن الله. إلى سلطة وادي الأردن نتوجه وإياكم مشاهدينا، والعنوان يقول رفع جاهزية قناة الملك عبد الله. وللمزيد نرحب وإياكم في هذا الصباح بالسيد عمر سلامة، الناطق الإعلامي في وزارة المياه والري. سيد عمر، صباح الخير، يعطيك ألف عافية. صباح الورد، يعطيك العافية. أهلا ومرحبا بك. وقبيل دخول فصل الشتاء، أو خلينا نقول نزول الأمطار، الله يكرمنا بالأمطار، نتحدث عن رفع جاهزية قناة الملك عبد الله، تفضل. يا ستي بتعرفي أنه قناة الملك عبد الله اللي تمتد على مسافة حوالي 110 كيلو متر في مناطق الأغوار، هي أحد المصادر المائية الرئيسية اللي بتزود المياه الشرب ومياه الري في مناطق وادي الأردن. وكوادر سلطة وادي الأردن وبالتعاون مع شركة مياه هنا أيضا، لأنها بتزود محطة زي اللي تعتبر احد المصادر الرئيسيه لتزويد العاصمه عمان ومحافظه البقاء وبعض اجزاء من المحافظات المحاذيه بكميات مياه الشرب، نقوم دوريا بتنظيف واعاده تجهيز هذه القناه لاستقبال الموسم المطري. طبعا هذا العمل مستمر على مدار العام، واحنا بنعرف انه المخلفات الزراعيه وصناديق الخضار والفواكه احيانا تتطاير من المزارعين، وايضا البلاستيك اللي بيكون بتستخدم في الزراعه. نعم. فبنقوم دوريا بتنظيف هذه القناه لتجهيزها حتى تظل مستمره، وهذه صيانه مستمره لها. كوادر قاموا خلال اليومين الماضيين بحمله متواصله، راح تستمر خلال الفتره القادمه ان شاء الله. نعم. لتنظيفها، واحنا بنناشد اخواننا المزارعين في مناطق وادي الاردن انه عدم القاء المخلفات في القرب من القناه وتجميعها ووضعها في الاماكن المخصصه لاساس يقوم البلديات المعنيه بتجميعها واخذها الى المكبات المعنيه حتى نحافظ على هذا المصدر باستمرار، وايضا عدم الاقتراب من هذه القناه لانها تشكل خطر
على الأطفال خصوصا اللي بيحاولوا دائما للأسف الشديد في المناطق المجاورة يستخدموها لغايات السباحة، هذه مخصصة لغايات الري ومخصصة لغايات الشرب. نعم، وأيضا نشير إلى يعني عمليات أو خلينا نقول أسس السلامة العامة التي دائما يعني نتحدث عنها على قناة الملك عبد الله، وأيضا يعني جهودكم الموجودة هناك حتى نمنع أي خطورة لا قدر الله. يعني إحنا بتعرفي باستمرار بنحط إشارات تحذيرية وفي ولكن للأسف تتعرض للإرتداء. يمكن تحدثنا إنه غير كافية هذه الإشارات، كنا قد تحدثنا عن بدائل أو أمور أخرى. يعني إحنا سنويا بنجوز حجم الإنفاق السنوي حوالي 500,000 دينار. نعم. لوضع الأسجة واليافطات التحذيرية ومنع وضع الحواجز حتى نمنع الاقتراب من هذه القناة، ولكن للأسف يتم الاعتداء عليها بين حين وآخر وننفذ حملات ويتم اتخاذ إجراءات بحق المعتدين يعني هذا هي مصادر هي، وإن شاء الله في تدرس الوزارة حلول في القادم من الأيام لإنهاء التدريب. نعم، وأيضا هذه الجهود اللي بتقوموا فيها يجب أن يعني تساعد أو تساند بجهود أهلنا وجهود المواطنين جميعا. نعم. في الحفاظ على هاي مشاريع يعني كبيرة ومكلفة، وبالتالي فائدتها أيضا يعني لكل المزارعين في وادي الأردن. لكن اسمح لي أيضا نستثمر وجودك معنا سيد عمر ونتحدث عن تنظيف السدود من الطمم من الأتربة قبيل أيضا دخول الشتاء وتجميع المياه، تفضل. يعني احنا بتعرفي منذ انتهاء الموسم المطر الماضي ويعني حتى قبل فترة بسيطة عملية التنظيف مستمرة في بعض معظم السدود. تمت أولا اللجنة الوطنية لسلامة السدود قامت بإعداد تقريرها الفني وجاهزية هذه السدود لاستقبال الموسم المطري. بعد التأكد من صيانة كافة المرافق في هذه السدود والتأكد من جاهزيتها. وقام أيضا بتنظيف عدد من السدود التي كان فيها نسبة طمي. يعني باستمرار عملية مستمرة، ولكن أيضا مكلفة هذه العملية وتحتاج إلى أموال طائلة وتحتاج إلى يعني كوادر وعمل كبير، لأنه تحدث عن يعني ملايين الأمتار المكعبة من الأتربة والطمي داخل هذه السدود، وهذا يعني معمول فيه باستمرار، نقوم بصيانتها وتجهيزها والعمل على مدار الساعة. نظفنا بعض السدود وجهزناها والعمل جاري إن شاء الله في إن شاء الله يعني لاستكمال هذا الموضوع. نعم إن شاء الله. ونختم مع حضرتك بالاستفهام والاستعلام عن استخدامكم للحفائر وخاصة في المناطق التي تعاني من شح المياه، هل تم استحداث حفائر جديدة لتجميع المياه؟ يعني لو تكرمت تفضل. العام الحالي بدأنا بتنفيذ حوالي 15 حفيرة جديدة في مختلف المناطق. هذا العام فقط؟ نعم، عمل جاري في بعضها حتى الآن، وإحنا عندنا 411 حفيرة حاليا جاهزة. نعم. وفي معظم مناطق المملكة تتسع بحوالي 120 مليون متر مكعب، ويتم الاستفادة منها في تغذية المياه الجوفية وأيضا في خدمة مربي المواشي وأهلنا في المناطق البادية. نعم. الاستفادة منها في سقاية المواشي والاستفادة لبعض الزراعات في المناطق القريبة منها، وهي تشكل رافد رئيسي لرفع كفاءة التجويد المائي لغايات خدمة أهالينا في مناطق البادية. نعم، شكرا ويعطيكم العافية وشكرا على هذه المعلومات. السيد عمر سلامي الناطق الإعلامي في وزارة المياه والري، شكرا لك. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم متابعة جديدة بإذن الله. وإلى معان متوجهين وإياكم مشاهدين، ومن معان مع قرب فصل الشتاء شكاوى من تهالك البنية التحتية في شوارع معان. وللمزيد نرحب وإياكم في هذا الصباح بالزميل قاسم الخطيب من صحيفة الدستور، وعلى الطرف الآخر الدكتور ياسين صلاح والمهندس محمد العسوفي. وبداية أرحب بزميلي قاسم. قاسم صباح الخير، يعطيك ألف عافية. يا صباح الورد زميل، الله يعطيك العافية. أهلا ومرحبا بك. إذن هنالك تهالك في البنية التحتية لبعض الشوارع في معان، يعني أشرت لها في تحقيقك الصحفي، لو تكرمت أطلعنا عليها. ستي بداية أسعد الله صباحك أنت وجميع زملائنا في هذا البرنامج الذي دائما يسلط الضوء على القضايا الوطنية من شمال الوطن إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. حقيقة كما تعلمي من أهم المطالب دائما في أي منطقة للمواطنين هي البنية التحتية. نعم. لأنه البنية التحتية تنعكس على حياة المواطن
في جميع مناحي الحياة. نحن في معان، وكما تعلمي معان تشكل 34% من مساحة المملكة الأردنية الهاشمية. نعم. وهناك يعني حقيقة بنية تحتية تحتاج إلى إعادة التأهيل. فبلدية معان ضمن إمكانياتها المتاحة تقوم بدورها، ولكن هناك أيضا عامل رئيسي ينعكس على دمار البنية التحتية في معان، وهي قدم شبكة الصرف الصحي. شبكة الصرف الصحي ست الكريمة من عام 1984 مضى على إنشائها حوالي 39 سنة، وهناك أعطال تكون بسبب عدم اهتمام المواطنين في هذه الشبكة وأيضا تهالك هذه الشبكة. نعم. ويعني في معان الآن حوالي 35 ألف حفرة امتصاصية، وخاصة في منطقتي السطح وطريق أضرح. وهذه الطريقة البدائية هي الحفرة الامتصاصية، فشوفي تأثيرها المستقبلي على المياه الجوفية. نعم. وعلى البيئة وعلى صحة الإنسان. فهذه العطاءات لإصلاح هذه الأعطال أيضا تلحق ضرر إضافي بالبنية التحتية في مدينة معان. نعم، يعني مشاريع الصرف الصحي هي ما زالت يعني خلينا نقول محدودة، يعني لا يوجد مشاريع كبرى في معان حتى هذه اللحظة. ست الكريمة 60% من المناطق في مدينة معان لواء القصبة غير مخدومة بشبكة الصرف الصحي. 60% وتعتمد الطريقة البدائية. نعم. والمواطن يعني يتساءل ويضع سؤال، نحن ندفع على الفاتورة 3 دنانير مقابل خدمات الصرف الصحي أو دينارين من أكثر من 25 عام ونحن غير مخدومين في شبكة الصرف الصحي. نعم. إذن هذه المصاري وهذه الاقتطاعات على الفواتير أين تذهب؟ نعم. وهناك وعود، يعني وعدنا في محافظة معان وفي مدينة معان تحديدا منذ سنوات طويلة من المسؤولين، ولكن كانت عدم المصداقية هي عنوان. نعم. في التعامل مع مطالب الصرف الصحي، رغم أن هناك منح تأتي من بعض الدول الأجنبية في هذا الجانب تحديدا، ولكن لا يتم إعطاء معان حقها ضمن هذه المشاريع. وهذا. نعم. هو التساؤل الذي يطرح أبناء معان دائما، متى تكتمل شبكات الصرف الصحي ونتخلص من الحفر الامتصاصية الطريقة. نعم. البدائية للتخلص من المياه. نعم. العادمة. الصورة واضحة زميلي قاسم، اسمح لي أن نشير إلى الشوارع المتهالكة تقريبا. نعم. يعني رصدت يعني هل هنالك نسبة لعدد هذه الشوارع المتهالكة حتى نتحدث عنها بالنسب مع الدكتور ياسين؟ تفضل. نعم، يعني أنا بدي أسأل الدكتور ياسين، حقيقة زميلتنا العزيزة هناك كان في يعني في الموسم المطري السابق فصل الشتاء كان هناك ارتفاع في منسوب المياه نتيجة غزارة الأمطار، مما أدى إلى جرف جسر ما خلف منتزه الشلالات ومديرية الأشغال العامة، وأيضا جسر بئر الشامية بساتين الشامية، كان ارتفاع منسوب مياه الأمطار عالي، فتم جرف هذه الجسور. الشتوية لم يتم الماضية. يعني إعادة تأهيلها بالشكل الذي يتناسب مع موقعها، بالإضافة إلى شارع فلسطين تم يعني أخذ من الجزيرة الوسطية بكي يعطي سعة أكثر للشارع، وهناك يعني في بحاجة إلى وضع خلطات إسفلتية على هذه الجزئية، وشارع فلسطين هو من أقدم الشوارع وأهمها في مدينة معان والذي يلتقي مع شارع الملك حسين ابن طلال. نعم. رحمه الله. نعم نعم. طيب. نعم. الصورة جدا واضحة زميلي قاسم، وابقى معنا قد أعود إليك لبعض الاستفسارات، واسمح لنا أن نرحب بالدكتور ياسين صلاح رئيس بلدية معان. دكتور ياسين صباح الخير، يعطيك العافية. صباح الخير أختي الفاضل، يسعد الصباح. أهلا ومرحبا بك. إذن وجه زميلي قاسم أكثر من تساؤل طبعا، وهو لخدمة أهلنا في معان عن الشوارع المتهالكة، جسرين لم يعودوا كما كانوا قد يعني ودهمتهم مياه الأمطار، وأيضا جزئية شارع فلسطين الذي لم يرمم بالشكل المطلوب بعد طبعا أخذ جزء من الجزيرة الوسطية. نجيب على هذه التساؤلات جميعا لو تكرم دكتور ياسين. أختي الفاضلة، بدأ الأخ قاسم حديثه بالصرف الصحي، وتعرفي. نعم. يعني مساحة معان تقريبا الخدمة الصرف الصحي في مدينة معان تكاد تكون يعني معدومة، لأنه الآن غالبية منازل معان في معان الجديدة، معان اللي امتدت منطقة السطح وطريق أضرح ومنطقة الأشغال وحي الزراعة، أصبح يعني انتشرت الناس
من قلب المدينة، من قلب المدينة القديمة إلى الأطراف. وهذه غالبية المباني، غالبية المباني غالبيتها تخلو من خدمة الصرف الصحي. يعني مساحة معاه ما يقارب 70 كيلو متر مربع، 10 كيلو متر مربع فقط نخدم بالصرف الصحي. يعني خدمة الصرف الصحي موجودة بمعان يعني ويقارب تقريبا الثلث، وهذا الثلث متهالك مثل ما حكى قاسم الإعلامي المحترم، أنه من الثمانينات 40 عام من العقود مرت على شبكة الصرف الصحي ولا زالت المدينة غير مخدومة بشكل كافي. نعم. الذي أثر تأثير لغاية أمس، يعني الآن بشارع الملك المؤسس تصدع وتهبيطات بخط الصرف الصحي اللي ينعمل قبل ما يقارب أقل من عام. نعم. طيب دكتور ياسين، خلينا نتحدث عن دوركم أنتم في إيجاد هذه شبكة الصرف الصحي الجديدة والحديثة، وأيضا التهبيطات، إصلاح التهبيطات في شارع فلسطين. الآن هذه المسؤولية هي مسؤولية وزارة المياه من خلال مديرية المياه معان ومديرية مياه العقبة، هي المسؤولة عن الصرف الصحي. أنا سبق لي والتقيت مع معالي وزير الصح وزير المياه في هذا الخصوص، وهي تلعب مكرها صحي ومكرها بيئي، وهذه من اختصاص من عناية وزارة المياه، هي المسؤولة عن الصرف الصحي. احنا دورنا انه احنا نكون طرف في تسهيل مهمة المقاول المنفذ، لكن للأسف غالبية المقاولين المنفذين لشبكة الصرف الصحي يعني الآن الانسدادات موجودة داخل المدينة. وكل فترة وفترة في تهبيطات. شارع فلسطين وشارع الملك حسين عانينا احنا معاناة كاملة منه خلال العام الماضي من مقاول الصرف الصحي. حكينا أكثر من مرة وخاطبنا عدة خطابات. طب هذا يقودنا، لماذا لا يوجد تنسيق؟ يعني قبل ما نقوم بتعبيد هذا الشارع، لماذا لا يكون تنسيق مع المياه؟ ليش بتيجي المشاريع فجائية وإحنا بنتفاجأ فيها ونخسر؟ لا اسمحي لي، معلش اسمحي لي. إحنا بالعكس، إحنا دورنا كبلدية إحنا اللي بنعطي التصريح للمقاول. بنعطي التصريح أساس إنه استنادا لخطاب مدير المياه أو وزارة المياه. لأنه العطاء يتم إحالته من قبل شركة المياه أو وزارة المياه. إحنا دورنا تنسيقي وليس لدور تنفيذي أو إشراف أو رقابي. يعني اللي بدي أفهمه من حضرتك دكتور ياسين إنه يجب على هذا المقاول إعادة يعني تظبيط الشارع بعد الانتهاء من المشروع. نعم صحيح. نعم. لكنه عند هاي الجزئية المقاول يعني يتخلى عن هذه المسؤولية. لا يتخلى المقاول، المقاول اللي بيستلم منه اللي بيعطيه أرض الموقع وزارة المياه. نعم. واللي بيعطيه التنفيذ مباشرة وزارة المياه، واللي بيستلم منه وزارة المياه. أنا دوري تسهيل مهمة المقاول فقط. نعم. لا غير، بعطي إذن بالعمل. نعم. لكن طيب. للأسف عديد من المشاريع. طب هذا ألا يعتبر تعدي على صلاحياتكم إنه إحنا خربنا الشارع لكن لم نعيده إلى تصويب أوضاع. تصويب أوضاع. لغاية الآن عندي منطقة موقع بلدية معان الجديدة، لغاية الآن مقاول المياه الصرف الصحي لغاية الآن ما صوب أوضاعه. نعم. أكثر من 9 شهور 10 شهور وهو بالمواطنة والتسويف، وهذا كله مغطى بكتب رسمية. خطبنا وزارة المياه، خطبنا وزارة الإدارة المحلية وعطوفة المحافظ ومدير المياه. بس بتوقع عندما يتنصل المقاول يعني عن إتمام عمله بفترة زمنية محددة بيكون في هنالك يعني إجراءات تتخذ، إنه المواطن ما ينتظر، المواطن لا دخل له يعني. أختي الفاضل، هذه مسؤولية مدير المياه لأنه هو صاح، هو مالك المشروع. نعم. بخصوص شارع فلسطين، احنا عملنا على اللي هي الجزيرة الوسطية. نعم. احنا الآن يمكن الكل بيعرف انه غالبية البلديات بتعاني من شح الموارد المالية، واحنا عندنا تحدي مالي ضخم. لكن احنا ان شاء الله يعني بظل الامكانيات المتاحة سنعمل على تصويب واقع الحال لشارع فلسطين بالجزيرة الوسطية. يعني ان شاء الله خلال هذا الاسبوع سيتم اعادة تأهيل المنطقة واعادة ترجيعات المنطقة اللي تم فيها اجتزاء الجزيرة الوسطية حتى يخدم الشارع ويخدم المواطنين. نعم. والرؤية اللي احنا نشتغل عليها. نعم. وهي التظبيطات تكون ملائمة لدخول فصل الشتاء أيضا، يعني ما تكون مؤقتة لمدة أسبوعين شهر زمن وكأنها ما ملتزم صارت. ملتزم بكلامي على الهواء أمام المواطنين وأمام المستمعين. نعم. وبالنسبة للجسرين اللي دهمتهم المياه يعني ذكرهم السيد، بخصوص منخفض الجو الأخير. نعم. اللي كان من شهر 12 وشهر 4 صار. نعم. عندنا احنا أربع جسور هي جسر الشامية. نعم. وجسر الأشغال والأسكان ودب فيهم. احنا طرحنا قبل اسبوع طرحنا عطاء دراسات هيدرولوجيه، لانه تعرف الان
العبارات الصندوقية في ظل التغير المناخي لم تعد مجدي، يابد من إعادة وضع دراسة منطقية تتكيف مع التغير المناخي. وقديش تاخذ فترة زمنية هاي الدراسة؟ ما الأمور واضحة، يعني كم بدها هاي الدراسة فترة زمنية؟ الآن احنا بدنا مشاريع هندسية، الآن احنا ما بنشتغل شغل عشوائي. نعم، احنا مش شغل عشوائي، بس المهندسين يعني صاروا عارفين بجدوى كل جزء يعني يستخدم، فبالتالي هي ليست بحاجة. أنا فقط يعني أشير إلى الفترة الزمنية إنها تمتد لها شهر وشهرين هاي الدراسات. حاب أوضح لك جزئية مهمة. نعم. المطر اللي إجا عمعان خلال السنة الماضية من 66 عام لم يأتي إلى مدينة معان. نعم. في ظل التغير المناخي، والآن بات جديا ننظر بعين واعية أن التغير المناخي عصف بالمنطقة، والآن التغيرات اللي بتصير بتشوف كيف جوا يعني دول الجوار والإقليم. نعم. كمية تهاطم الأمطار. إحنا الآن بصدد. متى تخلص هذه الدراسة؟ إمتى بتخلص؟ تم طرحها بالجريدة وإن شاء الله في القريب العاجل. كم أعطيتها فترة زمنية؟ أقل من شهر إن شاء الله. أقل من شهر، ومن ثم نبدأ بالتنفيذ. بإذن واحد أحد. لأنه إحنا بنحكي إحنا بشهر 11 يعني 12 إن شاء الله الله بكرمنا بالأمطار يعني. فبالتالي العمل يتعطل مع يعني إحنا بدناش نصير نحكي والله في أمطار فتعطل المشروع وانتقل للسنة الجاي حتى بداية يعني خلينا نقول صيف السنة القادمة. أختي الفاضلة. نعم. يعني حاب من خلالك يعني وهذه يعني صوتي يسمع من خلال الشاشة الفضية والتلفزيون الوطني. نعم. زي الأردني إنه بلدية معان بتعاني من حالة عجز مالي كبير. نعم. بسبب كثير من البلديات. لكن إحنا ضمن المتاح ضمن التحديات الموجودة. يعني الله. إحنا بنحافظ على ديمومة واستمرارية العمل. وبعرف الإعلامي المحترم قاسم الخطيب إنه إحنا دائما موجودين وبنتابع كل صغيرة وكبيرة. نعم. نسعى إلى حلها. نعم. والكل متعاون معنا، لكن إحنا بنعيش في تحديات. هذه التحديات نعم. إحنا قاعد بنحولها لفرص. وإن شاء الله قادرين على تجاوز كل هذه التحديات، وإن شاء نعم. الله إذا راح يلمس المواطن التغير الإيجابي في القريب العاجل. أختي الفاضلة إن شاء الله إن شاء الله بجهودك تظل في هذه الهمة، الله يكون معكم يعني يعينكم ويكون في هنالك مخصصات مالية منح أي يعني شيء. يعني التحدي حتى المالي هو المعيق، تعرف أختي التحدي نعم. المالي هو المحيط. يعني تخيل أنه إحنا عندنا شركات الطاقة والبنوك التجارية الكل بتنصل من القيام بالمسؤولية المجتمعية، وهي رسالة بوجهها. لا طبعا يعني هذه المسؤولية المجتمعية نتمنى يعني هاي المتابعة تكون مسموعة من قبل هذه المؤسسات اللي يعني إذا قلنا أنها وطنية بدعم أيضا مشاريع وطنية وتخدم المواطنين في كل يعني كلهم في موقعه، كل مؤسسة في المنطقة اللي هي فيها أهل معان المؤسسات الوطنية البنوك وغيرها أن تكون هنالك مساعدة لهذه البلديات. كل شكر لك دكتور ياسين على هذه الإجابة والوعود التي وعدتنا بها إن شاء الله أنها تنفذ كلها خلال الفترة الزمنية القليلة القادمة. واسمح لنا أن نرحب بالمهندس محمد العسوفي مدير عقد إدارة مياه محافظة معان. مهندس محمد صباح الخير، يعطيك العافية. صباح الخير إليك أختي العزيزة ولأخواننا المشاهدين جميعا. أهلا ومرحبا بك، ونحن ننقل لك يعني مطالب وعتب أهلنا في معان عن عدم وجود شبكات تصريف صحي ومنذ فترة زمنية يعني بعيدة، هي لا تتعدى يمكن اللي فهمته 10% أو 30% فقط من خدمة محافظة معان. تفضل. في بداية يعني أشكر أخونا أبو محمد أستاذ قاسم الخطيب وسعادة الدكتور ياسين على ما أسلفه وذكره في هذه المقابلة. إحنا كخدمات صرف صحي في قصبة مدينة معان هي تغطي ما يعادل 35% من عدد المشتركين بخدمة المياه، والبالغ عددهم 10,000 مشترك، يعني 10,000 منزل في قصبة مدينة معان تتزود بالمياه، ولكنها نسبة 35% منها فقط مخدوم بشبكات الصرف الصحي. هذا النقطة الأولى. شبكة الصرف الصحي كما أسلف الإخوان هي يعني حقيقة لا يمكن إنكارها، هي شبكة قديمة جدا زاد عمرها عن 35 عام ولم تعد تتوافق مع التدفقات المائية اليومية لاستخدام إخواننا المواطنين خاصة في قصبة المدينة. نعم. إحنا بدورنا كشركة مياه العقبة ممثل لسلطة المياه في 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 إدارة منظومة المياه والصرف الصحي في محافظة معان، قمنا حقيقة خلال العامين الماضيين بطرح مجموعة كبيرة من مشاريع معالجة مكاره صحية تظهر في الأحياء وفي الشوارع الرئيسية. هذه المشاريع تجاوزت أطوالها 5 كيلومتر يعني 5,000 متر، وبتكلفة تتجاوز 1,000,000 دينار أردني. نعم. هذه المشاريع أسهمت في حل بؤر ساخنة بمشاكل الصرف الصحي
سواء كان في الوادي الحجازي أو في الوادي الشامية أو في داخل السوق شارع فلسطين وشارع المعارض والأحياء الأخرى، مستمرين بمعالجة أي مكره صحية تظهر هنا وهناك. نعم. ضمن أولويات وزارة المياه هو إعداد الآن طيب. دراسات لشبكات الصرف الصحي الموجودة في مدينة معان لإعادة تقييمها وإعادة. طب خلينا نحكي عن لو تكرمت مهندس محمد، يعني نتحدث عن المشاريع المقبلة، نطمن أهلنا أنه قد يكون هنالك مشاريع ضخمة في معان حتى نخدمها أكثر، يعني بمساحات أكبر، خاصة المناطق الجديدة الممتدة اللي هي أصلا مش مخدومة. اليوم صبح كان في لقاء مع أخونا أبو محمد عبر إذاعة جامعة الحسين، حقيقة أسلفنا بأنه هناك يعني اهتمام مباشر من قبل وزارة المياه بطرح مشروع لدراسة وإعادة دراسة واقع الصرف الصحي في مدينة معان وإعداد المخططات اللازمة لهذه الشبكة بدءا من يعني دراسة الآن هي فقط في طور الدراسة، لا يوجد هذه الدراسة يعني هي ضرورة أساسية لتوفير التمويل اللازم. نعم. نتحدث عن مشاريع صرف صحي. نعم. بمساحات واسعة جدا، نتحدث عن عشرات الملايين. يعني في حال كان هنالك تمويل وحصلتم على تمويل، الدراسات موجودة وستبدأون بالمشاريع يعني مباشرة. نتأمل أن يكون إن شاء الله. نتأمل أن يكون عام 2024 هو عام لخدمات الصرف الصحي في قصبة مدينة معان. هذا الأمر. نعم. هو ضمن أولويات سلطة المياه إن شاء الله. أولويات سلطة المياه العقبة، بس أنا حاب أؤكد وأعقب على نقطة رئيسية تفضل فيها الدكتور ياسين بخصوص التنسيق في مشاريع الصرف الصحي. نعم. نحن في شركة مياه العقبة ملتزمون التزام أدبي أولا مع إخواننا وأهلنا في مدينة معان، والتزام تعاقدي مع كافة الجهات التنظيمية. بس هاي في مشاريع المستقبل. في مشاريع المقاول صار له متنصل يعني عن العمل لمدة 9 أشهر. والله جزئية معينة. نعم. كافة المشاريع اللي أسلفت تم تنفيذها، تم إعادة الأوضاع حسب التنسيق المسبق مع إخواننا في البلدية، ولا يتم نعم. صرف أي مستحقات مالية للمقاول إلا بعد حصوله على كتاب موقع من سعادة. نعم، وهذا الأصل في الأمر يعني. نعم. الآن الجزئية اللي حكى عنها الدكتور هي هناك في يعني خلافات تعاقدية بيننا وبين المقاول أولا، اثنين في يعني أمر مع البلدية يرتب مع كوادر البلدية للاستلام، وبالمناسبة المقاول هو أنهى إعادة الأوضاع عن مبنى البلدية الجديد منذ تقريبا 3 أسابيع. نعم، شكرا. استلامها من قبل كوادر نعم. البلدية. نعم، شاكرين لك، وإن شاء الله إحنا مستمرين في متابعة هذه المشاريع، ونأمل بوجود دعم يعني مادي حتى نبدأ بمشاريع كبرى في معان من أجل الصرف الصحي. كل شكر للمهندس أيضا محمد العسوفي مدير عقد إدارة مياه محافظة معان، والدكتور ياسين صلاح وزميلي قاسم الخطيب من صحيفة الدستور. شكرا لكم جميعا أعزائي المشاهدين. فاصل قصير ثم متابعة أخيرة بإذن الله. مشاهدينا، ونختم بالحالة الجوية حيث أمطار رعدية وتحذير من تشكل السيول، ونرحب بالمهندس أيمن صبوح رئيس قسم التنبؤات الجوية في دائرة الأرصاد الجوية. مهندس أيمن صباح الخير، يعطيك العافية. صباح النور، حياكم الله. أهلا ومرحبا بك، لو تكرمت يعني نختم بهذه المتابعة عن الحالة الجوية والأمطار الرعدية التي قد تزور المملكة، تفضل. نعم، اليوم مع بشكل تدريجي مع فترات ظهيرة راح تأثر المملكة بامتداد ضعيف لمنخفض البحر الأحمر، راح يكون تأثيره على خاصة على فقط على مناطق جنوب المملكة وكذلك مناطق جنوب شرق المملكة من خلال تشكل حالة ضعيف من عدم الاستقرار الجوي. إن شاء الله راح تشكل غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، متوقع إن شاء الله هناك فرصة لتساقط بعض الزخات المطرية في أجزاء من مناطق جنوب وشرق المملكة. هذه الزخات ممكن تكون رعدية، يحتمل أن تكون غزيرة لفترة قصيرة في أجزاء من مناطق جنوب وشرق المملكة لفترة قصيرة، وبذلك احتمال تشكل سيول في تلك المناطق. نعم. العام درجات الحرارة أعلى المعدلات بحوالي 7 درجات، لكن بتضل معتدلة في عمان، العظمى حوالي 29 والصغرى حوالي 16، المرتفعات الجبلية العالية ما بين 27 و16، مناطق البالي 31 و15، درجة الحرارة نسبيا في الأغوار والعقبة وتتراوح ما بين 30 إلى 23 درجة مئوية في الأغوار، العقبة 35 إلى 23. غدا أجواء مستقرة، تبقى مستقرة حتى يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، وكذلك نهاية الأسبوع. العظمى غدا في عمان حوالي 28، الثلاثاء حوالي 27، وتعود السبت في عمان حوالي 28 درجة مئوية مع أجواء مشمسة.
يومي الثلاثاء وكذلك الأربعاء ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق بإذن الله. نعم بإذن الله. إذن هذه هي الحالة الجوية لليوم، 3 أيام مقبلة قليلة بإذن الله، ونحن مستمرين أيضا في التواصل معكم دائرة الأرصاد الجوية. كل الشكر لك مهندس أيمن صبح، شكرا لك. أعزائي المشاهدين، بالاستعلام عن الحالة الجوية نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. في أمان الله نترككم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.